أقيم صباح اليوم المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية تحت عنوان الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية. نعم، المؤتمر يستمر على مدار يومين ويشارك فيه ما يقرب من 300 من الأكاديميين والمختصين في مجال القانون على المستوى المحلي والعربي والدولي. كلية القانون الكويتية العالمية أقامت مؤتمرها السنوي الدولي الثامن، وذلك لمناقشة الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية. المؤتمر أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، وبحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي. في البداية أحب أبارك لمجلس إدارة الكلية لافتتاح هذا الصرح المسرح، ما شاء الله اللي أعتقد يشيل أكثر من 1200 مشاهد، وكان لنا الشرف يمكن نكون أول ناس نعمل في هذا المؤتمر ونكون مشاركين فيه. ونبارك طبعا للكلية مؤتمر هذا، وهذا طبعا المؤتمرات دائما هي تبادل خبرات وعصف ذهني، خلينا نقول بالنسبة حق المواضيع اللي تطرح على الساحة المحلية. فنتيجتها دائما في كل نهاية المؤتمرات تكون نتيجة طيبة وتؤدي الاستفادة منها حتى الباحثين الآخرين في مجال. 300 باحث ومختص في مجال القانون يشاركون في المؤتمر على مدى يومين لمناقشة عدد من المواضيع القانونية ب16 جلسة. نحن في المؤتمر السنوي الثامن ونحاول أن نبرز دور الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي المقارن في تأصيل النظريات المعاصرة، النظريات القانونية المعاصرة. هناك يعني كتابات في الغرب تتكلم عن هذا الجانب، أن المبادئ والقواعد القانونية الموجودة المستقرة الآن والنظم القانونية المعاصرة أصلها من الفقه الإسلامي، وبالتالي إحنا يعني آثرنا في هذا المؤتمر أن نبرز هذا الدور. ولذلك سوف ترى أن في كل الجلسات الموجودة يطرح هذه المسألة وتناقش جدلية هل هذا الأمر صحيح أو لا، وهذا الأمر صحيح بالفعل وتم تأكيده من خلال الدراسات ومن خلال الأبحاث الموجودة. الأبعاد الإسلامية والتاريخية للنظريات والمدونات القانونية والتطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها وغيرها من الموضوعات أبرز ما يتم طرحها ومناقشتها في المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.